قيم نزرعها نعليها بقلوب الناس ننميها بها نسمو وبها نرقى ونفاخر في الدنيا فيها بالأخلاق تحلت نورا وبها رسمت أحلى صورا وكذلك فواز فينا كالبدر أضاء لنا نورا قيم 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 قيم. الآن ستكون الجولة النهائية بين اللاعب سامي واللاعب خالد. هذه الجولة سوف تحدد الفائز بكأس البطولة المدرسية. ابدأ. أحسنت يا سامي، تستحق الكأس. رائع يا صديقي، أنت بطل الصف. تقصد بطل المدرسة. الآن أصبح لدينا صديق قوي يدافع عن الجميع. يجب عليك الدفاع عن نفسك. قوتي في انتظار مزيد من البطولات. يا إلهي، لقد أصابه الغرور. يا أبنائي، أحتاج إلى المساعدة. هل يمكن أن تساعدوني في إغلاق البوابة؟ إنها ثقيلة. انتظروا، سأقوم بذلك وحدي. أنسيتم أنني أقوى طالب في المدرسة؟ أوف أوف أوف. على الرحب والسعة يا أستاذ صالح، سوف نساعدك. شكرا يا أبنائي، كان هذا درسا لسامي وأظن أنه استوعبه جيدا. فهمت، لا أحد يريد صديقا قويا ومغرورا، بل نريد أصدقاء متعاونين ومتواضعين.